بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأحباب، طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مادة البحوث الإدارية 480 دار، المستوى الثامن، إدارة أعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اللقاء السادس عشر. في اللقاء الماضي اللي هو اللقاء رقم 15 بدأنا حديثنا عن نماذج جمع البيانات، وبالتحديد قائمة الاستقصاء أو الاستبانة زي ما تسميها، الاتنين صح. تحدثنا فيها عن خطوات إعداد قائمة الاستقصاء، وبنستكمل النهاردة أو بنستكمل في هذا اللقاء رقم 16 الحديث عن قائمة الاستقصاء من ناحية أو من زاوية أنواع الأسئلة التي يمكن أن ترد في قائمة الاستقصاء. قبل كده قلنا في استقصاء حقائق واستقصاء آراء واستقصاء دوافع، لكن أسئلة الحقائق أو الآراء أو الدوافع، إيش جانب السؤال اللي أنت هتضع فيه الحقيقة أو الرأي أو الدافع؟ سوف نجد لدينا خمس أنواع من أنواع الأسئلة التي يمكن أن ترد في قائمة الاستقصاء. السؤال المفتوح 1، السؤال المغلق 2، السؤال المغلق المفتوح 3، سؤال السلم 4، سؤال الترتيب 5. خمس أنواع من أنواع الأسئلة. أنا شفت بعض قوائم الاستقصاء واخدة نوع واحد بس أو واخدة نوعين. لا، أنا بقول لك كل ما تنوع في الأسئلة في قائمة الاستقصاء كل ما يبعد الملل عن المستقصى منه، وكل ما يديلك معلومات غزيرة، معلومات تفيد بحثك، تسري هذا البحث. طب ايش هو السؤال المفتوح وايش المغلق وايش المغلق المفتوح والسلم والترتيب؟ حاجة في منتهى البساطة، منتهى البساطة. خد النوع الاول، السؤال المفتوح. السؤال المفتوح هقول لك ايه؟ كيف يمكن ان نحل مشكلة المرور في مدينة الرياض؟ واترك الحريه لسعادتك تتكلم زي ما تقول نحل مشكله المرور في الرياض بان كذا، اتكلم براحتك. ما رايك في خروج المراه للعمل؟ تحدث براحتك. ما رايك في سياره كذا؟ تحدث براحتك. ما رايك في نظام الدراسه في التعليم عن بعد بجامعه الامام؟ تحدث براحتك. ما بغى انك تقول لي جيد ولا متوسط، تحدث براحتك خالص، قول. فكأن السؤال المفتوح هو السؤال الذي تترك فيه الحرية للمستقصى منه لكي يتحدث ويقول ما يشاء. طبعا السؤال المفتوح بيدي لك اجابات غزيرة، اجابات لم تكن على بالك. يعني اذا انا قابلت 100 فرد، 100 واحد، وقلت لهم كيف نتمكن من القضاء على البطالة، تخيل بقى تسأل 100 واحد وخاصة لو كانوا من خبراء وتقول له كيف نتمكن من حل مشكلة البطالة، واحد هيدي لك 5 اقتراحات، واحد يدي لك 7 اقتراحات، واحد يدي لك 10 اقتراحات، واحد يدي لك اقتراح، لكن تجد عندك جملة الاقتراحات في النهاية اقتراحات صائبة ممكن تسهم اسهاما جذريا في حل مشكلة البطالة اذا تم تطبيقها. كأن هذا السؤال المفتوح يدي لك بيانات غزيرة لم تكن في ذهنك. دي من مزاياه. لكن من عيوب بقى السؤال المفتوح، لو انا سألت شخص واحد اوكي ماشي، لكن حينما اسأل 100 فبيديني اجابات كتير عشان افرغ الاجابات دي وصنفها واعمل لها تحليل، عمليه شقه قوي. ثم ان لما بيجيب لك واحد فصيح اللسان ويدي لك اجابات بيبقى له تاثير ووزن اكتر من الناس التانيه. ثم ان ممكن يجي لك اجابتين من شخصين مختلفين هي نفس الاجابه بس الصياغه مختلفه. فانت عشان تسجل كتابه محتاج ان يكون خطك سريع ومركز
ويمكن انت تضطر بعض الاحيان انك تلخص الاجابه اللي قالها الشخص، يوم تلخيص الاجابه ياثر على جوده الكلام اللي اتقال. دي من عيوب السؤال المفتوح. ولكن هقول لك على شيء، لما انت تعمل بحث ما تعملش اسئله مفتوحه كتير، سؤال واحد بس او اتنين، ايه المشكلات؟ ايش مقترحات العلاج؟ وخلي بقيه الاسئله من الانواع الاخرى. هذا هو السؤال المفتوح. يجي لك النوع الثاني، السؤال المغلق. سؤال مغلق انت بتحدد اجابات للمستقصى منه يقوم بالاجابه باختيار الاجابه، يعني مش بيكتب من عنده، بيختار الاجابه اللي موجوده. فقل للمستقصى منه ايه؟ هل تمتلك سياره؟ نعم لا. اذا كان نعم يحط صح على نعم، اذا كان لا يضع صح على لا. هل لديك سياره؟ نعم لا. دي سؤال مغلق ذو اجابه واحده، يا نعم يا لا. هل تنوي استبدال السياره اللي عندك؟ نعم، لا، لا اعرف. اذا كان نعم يعلم على نعم، لا يعلم على لا اعرف، يعلم على لا اعرف. ايضا ده اسم مغلق ذو اجابه واحده. اوعى تقول لي مغلق متعدد الاجابات، لا، هيختار اجابه واحده. هل انت متزوج؟ نعم ولا، مغلق ذو اجابه واحده. هل عندك اولاد؟ نعم لا، مغلق ذو اجابه واحده. عندك ولد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه؟ مغلق ذو اجابه واحده، لانه هيعلم علامه واحده. وقد يكون السؤال مغلق مغلق متعدد الاجابات. ايش الفرق بين مغلق ذو اجابه واحده ومغلق متعدد الاجابات؟ مغلق ذو اجابه واحده تختار اجابه واحده، متعدد الاجابات تختار اكتر من اجابه. طيب سؤال، لو انا قلت لك كتبت كده، انت بتدرس خمس مواد، بتدرس خمس مواد، قلت لك ما افضل ماده لديك، ما افضل ماده لديك، كتبت لك كده خمس مواد اللي انت بتدرسهم وقلت لك ما افضل ماده لديك، هذا السؤال مغلق ذو اجابه واحده ولا مغلق متعدد الاجابات؟ ذو اجابه واحده. ليش؟ لانك هتختار اجابه واحده، ماده كذا مثلا، ماده البحوث الاداريه، يبقى ده مغلق ذو اجابه واحده. يمكن تختار الاداره الاستراتيجيه، الاداره الدوليه، اي ماده، يبقى انت ده مغلق ذو اجابه واحده. اما مغلق متعدد الاجابات، انك ممكن تختار اكتر من اجابه. يقول لك مثلا ايه؟ ايش افضل مادتين او ثلاثه لديك؟ فانت بتختار مادتين، تختار ثلاث مواد. هجيب لك سؤال تاني، ذكرت لك خمس صحف، خمس صحف، الرياض والمدينه والجزيره ومش عارف كذا، خمس صحف. قلت لك ما الصحيفه اللي بتفضل قراءتها؟ ما الصحيفه؟ هتختار صحيفه واحده، مغلق ذو اجابه واحده. ما الصحف اللي بتفضل قراءتها؟ هتعلم على كذا وكذا وكذا، يمكن تعلم على خمسة أو على أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، يمكن تختار إجابة واحدة بس اسم مغلق متعدد الإجابات. ليش؟ لأن بقول لك ما الصحف جامعة أهو، ما الصحف اللي بتفضل قراءتها، فيمكن إنك تعلم على واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أما مغلق ذو إجابة واحدة، ما الصحيفة التي تفضل قراءتها. اما السؤال المغلق المفتوح، هدي لك مثال، ما الصحيح، ذكرت لك كده خمس صحف، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، قلت لك ما الصحيفة اللي بتفضل قراءتها، فانت علمت على صحيفة، مغلق ذو اجابة واحدة. ما الصحف اللي بتفضل قراءتها، علمت على اكتر من صحيفة. ربما اذكر لك خمس صحف وسعادتك تكون بتقرا صحيفه غير موجوده في الخمسه، فانت كده مش هتعلم على حاجه، وانا ابغي انك تعلم، وانا ما اقدرش اكتب لك اسماء الصحف، ده عندنا في المملكه يوميا اكتر من 30 صحيفه. طب اعمل ايه؟ اكتب خمسه اللي هم اشهر خمسه، وفي نهاية الخمسة
اعمل لك اجابه مفتوحه اسمها ايه؟ اسمها اخرى، اجابه اخرى او صحيفه اخرى من فضلك اذكرها. اصبح السؤال مغلق في البدايه ومفتوح في النهايه، يصبح اسم هذا السؤال ايه؟ سؤال مغلق مفتوح. مغلق في اوله، مفتوح في اخره. مغلق في اوله يعني بتختار من الاجابات الموجوده، ومفتوح في اخره لانك ممكن تذكر من عندك اسم صحيفه غير موجوده في الصحف اللي انا كتبتها لك. ايش ميزه هذا السؤال؟ انه بيوفر لك اجابه قد لا ترد على ذهني انا كباحث بصمم الاستبانه في اسم صحيفه انا ما كتبتهاش وانت سعادتك بتقراها. فانا قلت لك ايه؟ اخرى اذكرها من فضلك. اصبح مسمى هذا السؤال سؤال مغلق مفتوح. طبعا السؤال المغلق سواء إجابة واحدة أو إجابتين أو أكتر أو مغلق مفتوح، كل هذه الأسئلة يعني تفريغها سهل، بعكس السؤال المفتوح تفريغ إجابته صعب ومجهود. أما المغلق ذو إجابة واحدة أو إجابتين أو مغلق مفتوح، إجابته تفريغه أسهل مليون مرة من السؤال المفتوح. كده عرضنا ثلاث أنواع من الأسئلة: السؤال المفتوح اللي بتترك فيه الحرية للمستقصى منه يذكر ما يشاء، السؤال المغلق أنا بديله إجابات يختار من بينها، ثم السؤال المغلق المفتوح اللي مغلق في أوله مفتوح في آخره. يأتي النوع الرابع اللي هو السؤال السلم. سؤال السلم ده بعمل لك درجات وانت تختار الدرجة اللي تناسبك. كأن مثلا أقول لك إيه؟ هل توافق على إلغاء الفترة الصباحية في التلفزيون؟ مش هقول لك بقى نعم ولا، لو قلت نعم ولا يبقى سؤال مغلق، لكن أبغى نعرف يعني نعم يعني بقوة إيه ولا بقوة إيه، يعني هل يعني موافق جدا على إنك تلغي الفترة الصباحية في التلفزيون، ولا ترفض بشدة إلغاء الفترة الصباحية في التلفزيون؟ أو ما أعمل لك السؤال سؤال سلم. سلم يعني إيه بقى؟ أقول لك هل توافق على إلغاء الفترة الصباحية في التلفزيون؟ موافق تماما، موافق سيان يعني ليس لي رأي، غير موافق، غير موافق بشدة. هنا عملت لك سلم بقى اهو، سلم موافق تماما، موافق ليس لي رأي، غير موافق، غير موافق تماما. لاحظ انك هتختار إجابة واحدة، ومن ثم فإن سؤال السلم هو سؤال مغلق ذو إجابة واحدة. لاحظ كمان عدد الإجابات يكون فردي، فردي بمعنى موافق تماما، موافق ليس لي رأي، غير موافق، غير موافق تماما. خمسة، خمسة ممكن يبقى ثلاثة، موافق معرفش، غير موافق ممكن يبقى ثلاثة، يبقى يكون ثلاثة أو خمسة وممكن سبعة، يعني العدد يكون فردي. سؤال السلم يكون عدد الإجابات فردي، وأن يكون هناك اختلاف بين كل إجابة وأخرى. يعني إذا أنت هتقول موافق تماما، بعدها موافق بشدة، غلط. ما هو موافق تماما هي موافق بشدة، موافق كلية نفس المعنى، ينبغي ان يكون في اختلاف بين كل اجابه واخرى، يبقى موافق تماما، موافق يبقى دي غير دي، موافق تماما يعني موافق جدا، موافق تماما، موافق بشده، موافق كلية، كل ده بمعنى واحد. الدرجه اللي بعدها او السلم اللي بعده يبقى موافق، موافق بس. اللي بعدها والله ما اعرفش، سيان تلغوا الفقره الصباحيه ما تلغوها، انا اصلا مش بشوف تلفزيون، شيء لا يخصني ولا يعنيني. وبعدين ارفض، ارفض بشده، ارفض كلية، ارفض بشده، ارفض تماما بمعنى واحد. اذا سؤال السلم هو سؤال متدرج من الموافقه التامه الى الرفض التام. سؤال السلم يكون فيه درجات فرديه، اختلاف بين كل اجابه والتانيه. سؤال السلم هو سؤال مغلق ذو إجابة واحدة. يبقى كده أربع أنواع من أنواع الأسئلة، نقولهم تاني: السؤال المفتوح، السؤال المغلق،
إجابة واحدة أو متعدد الإجابات. 3 السؤال المغلق المفتوح. 4 السؤال السلم اللي بيقيس اتجاهات وآراء الأشخاص. مش لازم أسأل على نلغي التلفزيون ولا لأ، ممكن أسأل على أي حاجة تانية. ممكن أسأل يعني مثلا يعني هل توافق على تأجيل الامتحانات؟ لو واحد بقى مش مذاكر هيقول لك آه موافق جدا، ولو بقى واحد مذاكر يقول لك أرفض أرفض، ولو واحد يعني مذاكر بس يعني شوية يقول لك يعني ماشي موافق، لكن ما قالش موافق جدا. يعني هل توافق على تأجيل الامتحانات؟ موافق، الناس هتقول لك موافق جدا اللي مش مذاكر. ولو كان بقى واحد يعني بيذاكر نص مذاكرة يلغى يأجل الامتحانات، ما يأجل الامتحانات يلا يعني مش مشكلة بالنسبة لي. النوع الخامس اسمه سؤال الترتيب. سؤال الترتيب، سؤال الترتيب يعني ايه؟ انا ذكرت لك من شوية 5 صحف وقلت لك ما الصحيفة اللي بتفضل قراءتها؟ ده سؤال مغلق ذو إجابة واحدة، فأنت اخترت صحيفة. أو قلت لك ما الصحف اللي بتفضل قراءتها؟ ربما إنك تعلم على 5، بس أنا أبغى ترتيب، أبغى أعرف إيش أقوى صحيفة بالنسبة لك، ثم 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 أو ما أعمل إيه؟ أقول لك الصحف التالية هي الصحف الأكثر قراءة في المملكة برجاء ترتيب هذه الصحف من وجهة نظرك حسب تفضيلك. تقول لي والله أحسن صحيفة كذا كذا كذا، ترتب. واحد تاني يدي ترتيب تاني، واحد تالت يدي ترتيب تالت، أقدر في النهاية أطلع الترتيب حق أفراد العينة. طيب أنت بتشتري سيارة سي، مركب من مركبات السيارات، بتشتريها عشان إيه؟ عشان سعرها، عشان قوة الموتور، عشان توفر قطع الغيار، عشان الضمان. السعر، الموتور، الضمان، قطع الغيار. اذا انت بتشتري السيارة عشان 4 حاجات، بس انا بعرف اكتر حاجة بتدفعك لشراء السيارة ايه؟ سيارة ماركة سين، ايش اكتر حاجة بتدفعك لشراء هذه السيارة؟ فواحد يقول لي الموتور 1، 2 السعر، 3 الخدمة، 4 الضمان. واحد تاني يقول لي اول حاجة الخدمة، 2 الضمان، 3 الموتور، 4 السعر، يعني السعر مش يهمه قوي. واحد تالت يقول لي والله اول حاجة بتدفعني لشراء هذه السيارة السعر، 2 قوة الموتور، 3. فكل واحد يدي الترتيب اللي ايه اللي يبغاه او اللي يناسبه. لكن لو انا قلت لك انت بتشتري السيارة دي علشان ايه، هتقول لي عشان السعر والموتور والخدمه والضمان والقطع الغيار. كل الناس هتقول كده. سالت واحد تاني هيقول بشتريها علشان السعر والموتور والضمان والقطع الغيار. سالت واحد كمان السعر والموتور، يعني كله هيعلم على الاجابات. يبقى انا استفدت ايه كباحث؟ ما استفدتش ايه. انا ابغى اعرف اكتر حاجه ايه بتدفعك لشراء هذه السياره، عشان حتى بنعمل حمله اعلانيه اركز على الحاجة اللي بتدفع الناس للشراء. افرض انا وجدت ان الناس بتهتم اكتر بخدمة ما بعد البيع وخدمة الطريق والفحص الدوري والكلام ده كله، يبقى انا كموزع للسيارات اركز في اعلاناتي عن هذه الاشياء اللي بيهتم بها المستهلك السعودي. كأني بعمل سؤال الترتيب علشان اهرب من ايه؟ اهرب من ان المستقصى منه قد يعلم على كل الاجابات، يعلم على كل الاجابات، يعلم على كل الاجابات. طب انا ابغى اعرف ايش اهم، ثم 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 اعمل سؤال ترتيب واقول للمستقصى منه ايه؟ اقول له العوامل التاليه بتهم الشخص السعودي عند شراء السياره. السعر، الموتور، الخدمه، قطع الغيار، برجاء ترتيبها من وجهة نظرك بإعطاء رقم 1 للشيء الأكثر أهمية بالنسبة لك، ورقم 2 للشيء الذي يليه، ثم رقم 3، ثم رقم 4، ثم رقم 5. طبعا في هذه الحالة ما اقدرش اكتب له 50 حاجة، 50 شيء واقول له رتبهم لي ازاي يعني.
ازاي اكتب 50 حاجة واقول رتبهم؟ ما ينفعش. ولكن اكتب له 4 5 حاجات واقول له برجاء ترتبهم حسب الاهمية من وجهة نظرك. يوم هو يوم يرتب لي الاشياء حسب الاهمية من وجهة نظره، يصبح ده كلام ايه؟ معقول. كل واحد هيدي ترتيب مختلف. بعدين انا بقى عندي برامج كمبيوتر افرغ عليه الكلام ده واقول للكمبيوتر ايه؟ قول لي ايش الخاصية اللي معظم الناس اختاروها، ثم 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 يديني ايه؟ يديني ترتيب، ويصبح هنا سؤال الترتيب سؤال ثري ويدي لك معلومات جيدة. اصبح لدينا كده 5 أسئلة، 5 أنواع من الأسئلة في الاستقصاء. إما تصمم عليك تنوع الاستقصاء بين هذه الخمسة، كده انتهينا من الاستقصاء من أنواع الأسئلة. لسه هنتكلم عن الأصول اللي تتبعها في صياغة الأسئلة. أستودعكم في رعاية الله، وإلى اللقاء في اللقاء القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.